والله طبعا انا سعيده جدا ان انا بشارك بمهرجان وهران للمره الثانيه، ويعني هو المهرجان ده بصراحه كده يعني ليه مكانه خاصه عندي. والمره دي طبعا كانت المشاركه مختلفه، انا بشارك عضو لجنه تحكيم في الافلام السينمائيه الطويله، وعندي تكريم برضو عن مجمل اعمالي. طبعا زي ما قلت لك انا مبسوطه جدا، اكيد يعني تكريم الفنان بيبقى حاجه حلوه لاي فنان، ان هو يحس ان هو بيتقدر وبيتكرم، وتحديدا كده من مهرجان ليه تاريخ ويعني غالي على قلبي زي مهرجان وهران. بشكرهم جدا، بشكر كل القائمين على المهرجان، وبشكر شعب الجزائر كله على الاستقبال الحلو والحب الكبير ده اللي هم بيبادرونا فيه دايما. وحقيقه انا اعتقد انه الفنان ليس فقط من يلتقط الصور التذكارية، وليس فقط من يوقع الأوتوغرافات، لا، هذا المكان الحقيقي لأي فنان. عندما تأتي دعوة من دار أيتام، عندما تأتي دعوة من إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، عندما تأتي دعوة من كبار السن والمسنين، أنا أعتقد أن هذه الأماكن أو حتى المستشفيات وأصحاب الأمراض ربنا يشافي الجميع، أنا أعتقد أن الفنان هذا هو مكانه الحقيقي. فبالتالي من هنا أنا مع أنه الفنان يطلق عليه لقب الإنسان الفنان وليس الفنان الإنسان. الإنسانية قبل الفن تجعلك أنت تقدم الأفضل وراحتك النفسية، فبالتالي تضع رأسك على الوسادة بالليل وأنت نائم تشعر أنك أنت لله الحمد عملت شيء جميل. أنا مشارك في لجنة تحكيم الأفلام القصيرة، وأتمنى إن شاء الله يا رب أنه الله يعيني على هالمهمة الصعبة، وإن شاء الله وطبعا أكيد راح أستفيد كثير بوجودي وسط كوكبة ووسط قامات كبيرة عربية وعالمية موجودين في المهرجان، إضافة إلى الالتقاء بالكثير من صناع الفن السابع، وهذا شيء يعني جميل أنه من إدارة مهرجان لما يجعلوا هؤلاء الناس جميعهم تحت سقف واحد في فندق واحد، أسهل لي أني أنا ألتقي فيهم من أني أنا إذا أعمل مراسلة لأحد منهم من خلال هذا وأجده بعد شهر أو بعد شهرين أو ثلاثة، فأجده في نفس الوقت أنزل من غرفة لقاتك. هو الفنان كي يكون في المهرجان ماشي غير باش يشارك في المسابقة ولا هو يعني هو ديما نقول مهرجان وهران وجسر تواصل بين الفنانين العرب والجزائريين، وهذه حاجة مليحة. فيما يخص دار الأيتام، والفنان ديما هو يحاول يكون بلك قدوة ولو صغيرة يعني للجيل الجديد. اليوم جينا لدار الأيتام باش نشاركوهم في مشاهدة فيلم، هو فيلم أنيماسيون. كانوا فرحانين بزاف كي شافوا الفنانين العرب اللي جاوا وكذلك الفنانين الجزائريين، وهذا الشيء يخلينا ديما نكونوا حاضرين معاهم. انا مشاركه بفيلم ابن باديس اللي هو خارج المسابقه، بصح راح يكون في العرض الشرفي مع فيلم مولانا، الفيلم المصري. ابن باديس اللي من اخراج باسل الخطيب، مخرج كبير سوري، وكان لي شرف اللي خدمت معاه. وعندي كذلك فيلم قصير الموعد اللي راح يكون في مسابقه بانوراما الجزائر، ونتمنى ان شاء الله النجاح للاحسن.